بسم الله الرحمن الرحيم. توقعات الأبراج اليوم الجمعة 23 يونيو حزيران 2023، بينتقل القمر من برج الأسد إلى برج العذراء الساعة 1 منتصف النهار، والقمر في منزلة العوة. نبدأ بالحمل. باستطاعتك تكريس وقتك لتقييم وضعك الصحي ولثقة الآخرين بك. ترافقك رياح مؤاتية رغم الضغوط، رغم الظروف التي مرت أخيرا. عليك أن تكرر المحاولات إذا أردت الدعم والتأييد. فترة مناسبة للتعارف، فترة مناسبة للارتباط، خاصة كن جريئا من صحة المعطيات قبل أن تحسم أي أمر من الأمور، فقد تتلقى مكافأة أو تقدير على جهودك تطمئن الخواطر يا عزيزي. وتكون الفترة مثمرة مهنيا طبعا. بتبدأ موجة السلبيات والمشاكل بالانحسار تدريجيا. عليك أن تصحح أخطائك، بادر إلى المصالحة خصوصا مع الأحباء. برج الثور بيظهر بعض التوترات على الصعيد الشخصي. لا تتهرب من مسؤولياتك يا عزيزي خصوصا على الصعيد العائلي، فكن على قدر الثقة المعهودة بك. قدم أفضل ما لديك، فأنت لاعب أساسي في عائلتك. ممكن أن تبتعد عن الأضواء والصخب ربما بسبب بعض التعب. لا يخلو الأمر من الانشغال المنزلي والعائلي. الفترة جيدة للاهتمام بالأمور الشخصية والعائلية. فترة مناسبة يا عزيزي للاهتمام بمتطلبات الأهل والأحباء. هناك برضو اهتمام بشؤونك الخاصة، وقد تهتم بالقضايا العائلية، لكن طباعك متقلبة ومزاجك متعكر بعض الشيء. عليك أن تضبط أعصابك وأن تراعي ظروفك الصحية. برج الجوزاء ممكن أن تحضر الامتحان، ممكن أن تقوم بزيارتك المعتاد. عبر عن اهتماماتك بوضوح، بتسمح لك التأثيرات الفلكية بطرح أفكار جريئة، وبتسمح لك أيضا بالدفاع عن قضيتك. عليك أن تتكلم وأن تحاول تقريب وجهات النظر ولا تسكت على مضض. حذر من سوء التفاهم، فأنت قادر يا عزيزي على التوضيح. الفترة مناسبة للنقاشات والمناقشات، ومناسبة لتقديم الامتحانات، ومناسبة للدفاع عن قضايا تهمك. عبر عن نفسك بوضوح تام بدون إثارة خلافات وبدون استفزازات وبدون عناد، لأن المواضيع المهمة سوف تقصر، سوف تناقش بنجاح وتقدم أفضل النتائج. تتمتع بسرعة بديهة، وتتمتع بقدرة على الإقناع، وتتمتع بطرح أفكار بمهارة. عليك أن توضح كلامك يا عزيزي. أما برج السرطان فقد تتلقى عرضا أو تجد نفسك في موقع مهم، فكن عند حسن الظن يا عزيزي، وتجنب الانفعال، وتجنب القرارات المرتجلة، وتجنب التصرفات العدائية. حاذر من الحوادث، حاذر من الشجار بسبب الفلوس أو المادة. بتتوصل إلى نتائج وأفكار مفيدة، وتكون بداية لفترة مثمرة ومتفائلة. وقد تفرح لانفراج، قد تفرح لحدوث تسوية مثلا، تتحمس لتنفيذ أفكار، لأخذ خطوات جريئة ماليا ومعنويا، وقد تحتاج إلى مساعدة جهة ما، فلا تتكبر ولا تتكابر. الفترة تحمل تسهيل وتحمل تجاوب معك، لا تسمح لأحد أن يغشك. كن حريصا على أموالك، وكن حريصا على ممتلكاتك، وعزز الوضع المالي. برج الأسد بتلتقط فرصا جديدة، وتتجرأ على إحداث تغيرات يتوجب عليك توضيح بعض الأمور. بيحمل لك القمر رسالة أو إشارة مرضية، لذلك تنطلق وتتحسن أوضاعك ويتحسن موقعك وتقوى حظوظك مجددا، وتتحمس لتغيير توجه أو مبدأ، وتتحمس للانطلاق في مشروع جديد، وتغمرك الأفكار المبدعة، وتنفرج أساريرك، وتعود الأمور إلى طبيعتها. الفترة إيجابية
ومحظوظة جدا. لا تبقي نفسك ساكنا، فالأحداث تتصارع من حولك وتتلقى إشارات إيجابية واضحة، وتكون في أوج عطائك للناس، وطاقتك قد تسمع لك خبر، تسمح لك بسماع خبر صار أو للقيام بخطوة جديدة، وقد تهتم بعملية ترميم في المنزل أو إصلاح شيء أو موضوع شخصي. أما برج العذراء فنص النهار الأولاني تبتعد عن أضواء الروتين، النص الثاني بتنطلق انطلاقة جديدة. حاول في النص الأولاني أنك أنت تبتعد عن الأمور المحبطة أو المحزنة، فقط فكر وخطط ورتب لما بعد الظهيرة. فقد تتأخر المعاملات في النصف الأول وقد تخيب آمالك، أما النصف الثاني فتكون ولا أحسن من هيك. حذر من الفوضى في النص الأولاني، حذر من المحتالين، لا تراهن على الحظوظ. أما النص الثاني فسيكون من أكثر الأمور حظا أو من أكثر الأوقات حظوظا في هذا الشهر. تنطلق عندك بدايات جديدة، عندك أوضاع جديدة، حاول أن تنطلق من جديد وأن تراجع الأمور إلى مجاريها. احسن إلى الناس يحسن إليك، تنجح في تلطيف الأجواء، هيحصل إن شاء الله، وحصد بعض التأييد، وقد تتمتع بروح رياضية وبتفاؤل وبحماسة. اخرج للترفيه عن نفسك مع أصدقائك أو زملائك أو حتى أحبائك، لا تعمل وحيدا، شارك في النشاطات، قم بدور أو قدم بدورك الخبرة والمعرفة، لن يخذلك الحظ. الفترة اجتماعية مثمرة، كن صديق مخلص ولا تخذل أصدقائك، تتعزز الشعبية، سيزول التوتر ويتعزز رصيدك الشعبي، وتمضي وقت جميل بالقرب من الأصدقاء والأحباء والأهل وحتى الجيران. لا تتردد، فهي الفترة مناسبة نص التاني طبعا لتعزيز الروابط الاجتماعية، وهناك انفتاح على الآخرين، فترة إيجابية النص التاني، حاول أن توظفها لصالحك وحاول أن تتشجع. برج العقرب، قد تحصل على ترقية أو تحقق إنجازا مهما، شرط اعتماد أسلوب لين ودبلوماسي، لأن الضغوط كثيرة وقد تتزامن يا عزيزي مع الواجبات، فتشعر بالاضطراب أو الإرهاق أو المهم لا تيأس، الجو العام ليس معاكسا تماما، تنشغل بحل مسائل طارئة، تمالك أعصابك، لا تتهرب من المسؤوليات أو من أي مسؤولية تظهر. هناك بعض الاستفزازات المتنوعة، حاذر سوء التفاهم، حاذر التراجع المعنوي، تقع عليك مسؤوليات لكن لا داعي للقلق، شرط التحضير الجيد والمسبق لمسؤولياتك ولأعمالك، فقد تلاقي أعمالك صدى طيب، شرط تحسين معاملة رؤسائك في العمل أو الحياة العادية. برج القوس، تعيش لحظات جميلة ومنعشة، ويسهل عليك التعامل مع وجود ظروف جديدة في الحياة، لأنك منفتح على كل ما هو جديد ومثمر ومختلف. هناك أيضا سفر، هناك لقاءات مع أجانب أو غرباء أو حد من خارج الموضوع، لا تتردد في مواجهة كل ما هو حديث ومختلف. يحالفك الحظ بس بشرط التحلي بالمنطق والمرونة وروح التعاون وروح الدعابة، تعيش فترة هادئة ومطمئنة، وتجد سهولة في معالجة الأمور وإقناع الآخرين بفكرتك، قد تروج لمشروع ما، وقد تبدأ علاقة مع جهة أجنبية أو غريبة أو ثقافة حتى جديدة. برج الجدي، عليك أن تحترم التزاماتك القانونية والمصرفية أيها الجدي، الفترة معقدة بعض الشيء وتتطلب تعاونا من عدة أطراف، تبحث عن بروس التأمين، تخطط مثلا لموضوع مالي من مرحلة التقاعد أو الشيخوخة، عليك أن تقدم بعض التنازلات إذا دعت الحاجة لذلك. ليه بقى؟ لأنك سوف تبحث عن التوازن، وسوف تبحث عن الاعتدال، وتكون أكثر جدية في معالجة المسائل المالية، وقد تنشغل يا عزيزي بتسديد الديون أو بتوظيف بعض الأموال، قد تجني ربحا من خلال مفاوضات أو مشاورات
أو مناقشات، وهناك مكافئة تقدير في هذا اليوم. برج الدلو تعاكسك الظروف، وقد تنفعل وقد تغضب بشدة، لا تجازف يا عزيزي في هذه الفترة، فهناك انفراجة نسبية بعد الظهيرة. حزن أو خسارة، فترة صعبة مربكة في النص الأولاني، لا تخالف القوانين في النص الأولاني، لكن هناك فترة ارتباط، الأجواء سوف تختلف في النصف الثاني من هذا اليوم. ممكن أن تنفعل، لحاول ألا تنفعل. القمر يسبب لك بعض الخلافات ويسبب لك بعض المشاعر السلبية. برج الحوت، باكر إلى العمل ولا تلتهي في أمور سطحية، قد تستمر أو تستثمر في بوليس التأمين، كان يظهر هناك أعباء إضافية، لذلك عليك ألا تلتهي، وعليك ألا تضيع الوقت الثمين، وعليك ألا أن تراعي، عليك أن تراعي ظروفك الصحية، لأنك قد تهتم بوضعك الصحي أو تقرر اتباع نظام غذائي سليم. بتحشد تركيزك أيها الحوت لتقديم امتحان مهم، ممكن أن تذهب في رحلة عمل أو رحلة استجمام، دافع عن حقوقك، حاذر من تراجع صحي ومن الإرهاق، باكر لشغلك، نم بدري وقم بدري، شوف حدد أهدافك تفاديا لحدوث تأخير، ووجد حلولا للمسائل الطارئة، ولا تترك زيولا للأيام المقبلة. خلص عملك النهاردة يخلص النهاردة. خالص تحياتي لكم، سعدت بصحبتكم، وإلى اللقاء مع توقعات الغد إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.